المعروف لا يعرف يا جماعة، سمعونا محبتكم مفيد ويصر. الله يمسيكم بالخير جميعا، شرفتونا في هذا اليوم العظيم اللي فيه تجديد لبيعة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وأطال في عمره. القصص العظيمة تبدأ من الصفر، ولهذا السبب وبهذه المناسبة اليوم أحب أني أختصر جزء من قصة حياتي التي بدأت من الصفر، من بدايات تقريبا في عمر 14 سنة لما اضطررت للخروج من منزل أسرتي وبدء الحياة العملية بجوار حياتي التعليمية. ثم بعدها مباشرة أصبحت مسؤول عن أسرة كبيرة، والدة وأخوان، وكان راتب البسيط جدا تقريبا 750 ريال هو هذا الراتب اللي أصرف فيه على هذه العائلة. فلكم أن تتخيلوا طبيعة حياة في سكن شقق مفروشة براتب 750 ريال. أكيد كانت حياة صعبة، فيها كثير من الظروف المؤلمة والذكريات الموجعة والحرمان والحسرة، ولكن الحمد لله رب العالمين أنه استطعت أن أتأقلم على هذه الظروف، لأنه خلفي أم عظيمة كانت دائما تساندني أن أستمر في التقدم والعمل. بدأت عمليا في وظيفة حداد. هذه الوظيفة كانت بالصدفة. أول شخص خرجت من بيت أهلي ونمت عنده كان والده عنده محل حدادة، فاشتغلت حداد. ففي رابع يوم قطعت إصبعي من البطن من الداخل، فشعرت أنه هذا المكان غير مناسب لي أبدا، وقد أفقد بقية أصابعي. فبحثت عن عمل جديد. كان العمل أني اشتغلت في التخليص الجمركي في مطار الملك عبد العزيز في جدة لدى تجار الخضروات والفواكه. كانت هذه من أعظم مراحل حياتي في ذلك الوقت، لأني تعلمت فيها أهم صفة موجودة في جميع الناجحين بلا استثناء، وهي صفة الصبر. الصبر على الأذى، الصبر على الفقر، الصبر على الجوع، الصبر على الانكسارات، الصبر على قلة النوم، الصبر على المجهود، لذلك الشاب اللي عمره 15 سنة. ثم دخلت سوق الخضروات، بعت واشتريت وتعلمت في هذا السوق، حتى بدأت أشعر أنني مؤهل أن أكمل بقية حياتي بالكامل مخلص جمركي وبائع خضروات. الغريب أني لا خططت أكون حداد، ولا خططت أكون مخلص جمركي، ولا خططت أن أكون في بيع الخضروات، وبالتالي لم أخطط أن أكون في الإعلام. اللي حصل أني دخلت الإعلام حتى أكون عامل في قسم الإنتاج المخصص لتركيب صفحات الصحف، فكنت عامل. كان زملائي من الجنسية المصرية اللي علموني، ولهم فضل عظيم علي أنهم تبنوا ذلك الطفل الصغير، فكانت بداية عملي خذ ياض الشاي، جيب الشاي، حط الشاي. فبديت أتعلم تحت هذه السمفونية الدائمة، بديت أتعلم كيف أركب صفحات الصحف قبل لا يكون في الكمبيوترات. أيام كان بليت حديد، ونقطع العناوين ونضعها على الزنك على الحديد ونبدأ نرسلها للمطبعة. فبعد فترة قصيرة من الزمن دخلت الكمبيوترات، وأنا صغير بالسن، فأصبحت أنا المعلم على زملائي المعلمين اللي علموني. فالكل يسألني هو الزرار ده فين؟ هو ده بيعمل إيه؟ فبعد فترة قصيرة من الزمن أصبحت أنا مدير لهذا العمل. ثم أغلقت الصحيفة اللي كنت أشتغل فيها، وهي صحيفة المسلمون. كان بالنسبة لي انكسار عظيم إن الواحد بدأ ما اشتغل بعد ما اشتغل في وظيفة محترمة في شركة محترمة، وهذا لا يعني أنه عملي في سوق الخضار غير محترم، ولكن اختلاف الأماكن، بمعنى أنه أنا في سوق الخضار كان ثيابي رثة، هيئتي غير جيدة،
كان عندي ألقاب كثير في المدرسة، لما كنت أطلع من سوق الخضار في الفجر واجي على المدرسة كل الألقاب كانت تيجي علي، أبو ثوب وسخ، النايم، المخلص، بيع الخضرة، فكنت أخذها بصدر رحب، لأنه دائما أرجع وأكرر وأقول كان خلفي أم عظيمة تؤكد علي دائما أن كل هذه الأمور وقتية وستمضي وستكون شيء عظيم. هذا هو المحفز الدائم كان خلفي. بعد ما أغلقت الصحيفة قررت الشركة أن أعمل، وهذه قصة طويلة ولكن سأختصرها، قررت الشركة أن تغلق الصحيفة، فكنت أسعى بكل جد لمدة 9 أشهر على باب الشركة أن أحظى بوظيفتين براتب واحد، وظيفة سيكوريتي ووظيفة مركب صفحات نفس وظيفتي ولكن في جريدة هندية اسمها ماليالم نيوز تابعة لمجموعة الشرق الأوسط. فكان عندي استعداد أتعلم اللغة الأردية وأعمل سيكوريتي بنفس الراتب حتى أبقى في هذا المكان. وبعد 9 شهور من التعب والمداولات في يوم تم أخذ قرار أن أنتقل للعمل في جريدة الشرق الأوسط في لندن. وهذا القرار كان بالنسبة لي صادم جدا، فرحة لا يمكن وصفها، لدرجة أني أذكر نفس اليوم اللي خرجت فيه من المكتب كان يوم ماطر، بكيت فيه، وصلت للبيت فرحان سعيد، بس أول ما شفت والدتي تذكرت شيء، إذا أنا حطلع على بريطانيا هذه الأم وهؤلاء الأخوان مصيرهم إيه؟ فانصدمت وقررت أني ما أسافر، ولكن أصرت علي الوالدة أني أسافر وغصبا عني وبأسرع وقت ممكن وخلال أسبوع، وفعلا سافرت وبدأت رحلة في بريطانيا في العمل في الشرق الأوسط، وسيدتي والمجلة والرجل والجميلة والجديدة وهي وباقي المطبوعات التابعة للمجموعة السعودية، حفرت الصخر في ذلك الزمن المبكر حتى أجيد كل شيء في داخل تلك المنظومة، من تركيب صفحات، من كتابة، من إنتاج، من طباعة، من تلوين، من كل شيء. باختصار كنت الولد اللهلوب اللي كل يوم يتعلم شيء جديد ولا أكتفي، أدخل على التوزيع، على التسويق، على الدعاية والإعلان، على كل شيء أدخل وأتعلم. ثم عدت للسعودية وأصبحت مدير الحملات الإعلامية والإعلانية ومسؤول تطوير المطبوعات، وطورت مجموعة من المطبوعات الاقتصادية، الرياضية، الجديدة، الجميلة، كثير من المطبوعات طورتها في ذلك العمر، وكنت فريد في هذه المنطقة ما بين جميع من يعمل فيها من سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين. ثم تم استقطابي بعدها لأبدأ رحلة جديدة مختلفة وهي تأسيس صحيفة شمس، وكنت مديرها التنفيذي ومؤسسها. ثم خرجت منها بعد أن تعلمت كل ما له علاقة بالأمور المالية والإدارية لأصبح مدير الإعلام الجديد في مجموعة MBC لتأسيس هذا القطاع، واليوم أنا رئيس السوشيال ميديا في مجموعة MBC ككل، ورئيس تحرير برنامج من الصفر اللي يعتبر من أهم البرامج في العالم العربي، ويقدم نماذج السعودية نفخر فيها وننافس بهم وطننا العربي. وأعتقد أن المسيرة بالنسبة لي لا زالت في البدايات، في البدايات لأنه لا زال لدي طموح أكبر لفعل وعمل أشياء أكبر سواء في هذا المجال أو في مجالات أخرى. قد تسمعوا قريبا عن مشروع ضخم في مجال آخر بإذن الله تعالى. وأعتقد لو عاد بي الزمن وسألت نفسي وأنا جائع فقير معدم بلا سيارة في ذلك البيت في الشقة المفروشة، هل كنت تتوقع أن تقف في مسرح جامعة الملك سعود اليوم وتلقي كلمة؟ مؤكد لا أبدا. هذا هو أعظم درس وجدته في الناجحين وتعلمته على يد والدتي، أن لا تنشغل بالتفاصيل البعيدة ولا تفكر في البعيد وفين بالضبط تبغى تروح، فكر في جهدك اليوم، فكر في سعيك اليوم، فكر في هدف قريب تراه تستطيع أن تقيسه، تستطيع أن تصل له. أما الأقدار المستقبلية الله سبحانه وتعالى سيقدرها وكاتبها لك أساساً، ولكن السعي الدائم والدؤوب اليومي
هذه هي مسؤوليتك ومهمتك. شكرا لكم وجاهز لأسئلتكم. أنت يا رجل إنسان جديد ومتجدد كل يوم. يا جماعة مرة ثانية نجمنا في الإعلام مفيد نويصر. شكرا جزيلا. الله يحفظك. والله يا عندنا أسئلة. خلينا نبدأ بالأسئلة. كنترول لو تعطينا بعض الأسئلة اللي موجودة نأخذ السؤال الأول. طيب هذا من فهد سهل. حياك الله يا فهد. سؤاله يقول تعتقد أن الصدفة لها نصيب من النجاح وهل يوما ما كنت تعتقد ومؤمن بأن حياتك راح تتغير؟ أبغى أجاوب بالعكس. هل كنت تعتقد ومؤمن بأن حياتك ستتغير؟ نعم، لأنه كان خلفي والدة دائما تقول لي بطريقتها البسيطة الحجازية تقول لي ها بكرة تشوف إيش تصير. فدائما وأبدا تقول لي ها، فأنا ها هذه بالنسبة لي كانت محفز إنه غدا سيكون أجمل. أما الجزء الأول من السؤال، هل تعتقد أن للصدفة نصيب؟ الصدفة والحظ نعم لهما نصيب. الله سبحانه وتعالى يقول وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الحظ العظيم موجود يوميا في حياة البشر. الله لا يرسله لمرة واحدة فقط، يرسل عدة مرات وفي أزمان متفاوتة ولكل البشر. لكن العبرة العظيمة من هم الذين يغتنمون الحظوظ والفرص؟ هم الأشخاص القادرين على اغتنام هذه الفرص، يكونوا مستعدين بالعمل بالعلم، متسلحين بالتجارب، متسلحين بالانكسارات بالنجاحات، إلى أن ينضج هذا الإنسان يصبح جاهز لاغتنام هذه الفرصة. أما المتذمر واللي جالس ومبطح وآسف على اللفظ ويعتقد أن الحظ هو عبارة عن حقيبة من الأموال راح تنزل وتصير عنده، فهذا يعني مؤكد الحظ لن يصل له أبدا. صح. قول آمين. الله يطول عمر والدتك ووالدة الجميع، كلكم قولوا آمين. آمين جميعا إن شاء الله. طيب خلينا نأخذ السؤال الثاني. كنترول أعطونا اللي بعده. هذا من عبد العزيز العاجمي، مسيك بالخير يا عبد العزيز. يقول لك صحيح أن الشخص يغير أهدافه حسب الظروف والمعطيات ولا لازم يلتزم بالخط اللي ماشي فيه؟ ممتاز. من المؤكد أن كلما نضج الإنسان وزادت خبراته ومعارفه وعلاقاته تتغير مع الأهداف. صحيح في شخص فكر يسوي موقع مثلا فيسبوك، مشي في هذا الطريق فكان بالنسبة له هذا هو الهدف ووصل في الأخير أنه باع 100 مليار، لكن هذا واحد في 9 مليار. هل كل الناس تنطبق عليهم نفس المعادلة؟ أبدا لا. اليوم أنا عندي أهداف وبكرة تتغير أهدافي نتيجة للظروف. في كل المجالات في سوق يرتفع في سوق ينخفض، في كل المجالات في نشاطات تأتي ونشاطات تذهب. اللي كان عنده هدف يكون يملك شركة ليموزينات، تغير السوق أصبح في تطبيق قضى على صناعة بالكامل، لذلك المفروض أنه تتغير أهدافه من جديد. لذلك الأهداف تتغير تتبدل وفق نضج الإنسان وفق معطيات السوق. الله لا يغير على الجميع إلا للأفضل إن شاء الله. خلينا نأخذ كنترول السؤال الثالث. طيب هذا من براء الحازمي، مساء الخير يا براء. يقول لك وش الفرق بين التحديات في جيلكم والتحديات لدى الجيل الجديد؟ طبعا احنا كلنا شباب، يقصد الجيل الجديد يمكن مواليد الألفية. طبعا التحديات موجودة في كل الأزمان، بدءا من بداية الخليقة من زمن أبونا آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة سيكون في تحديات. أحيانا واحد يقول هذاك الزمن الصعب أيام الفقر والجوع وكذا وكذا وكذا، هذه تحديات، ولكن الله خلق الإنسان في ذلك الوقت ليتمكن من تحمل تلك الصعوبات، لأن الله سبحانه وتعالى لا يجمع بين عسرين ولا يكلف الإنسان بجهد لا يستطيع أن يحمله. ولكن الفرق بيني وبين الآخر من يستطيع أن يحمله ويصبر عليه، لأنه إذا تجاوز أصبح عراب الشيء. فبالتالي الصعوبات موجودة في كل الأزمان. اللي كان يروح حافي على بهيمة أنعام لمدرسة هذه صعوبة، في هذا الزمن فيه صعوبة ثانية، التشتيت نوع من الصعوبات، التحديات والمنافسة المنتشرة نوع من الصعوبات، متع الحياة نوع من الصعوبات. لذلك في كل زمان فيه صعوباته، وعلى الإنسان أن لا يقارن ما بين زمن وزمن غيره. يا سلام. أنا باقي معانا سؤال أخير علشان الوقت من ثامر نور. أهلا وسهلا يا ثامر. يقول لك كيف أقدر أطور من فكرتي إذا طلعوا لي منافسين أو مقلدين ويمكن يكونون أقوى منه؟ صحيح، هذا السؤال ممتاز، دائما أسأله وأنا أشعر فيه صراحة. كل واحد يقابلني يقول أنا عندي فكرة برنامج فكرتها كذا،
أقول له طب هذه من الصفر، يقول لا بس أنت بدل ما تطلع كذا إحنا نطلع كذا، عرفت شلون؟ فهذا الأمر بالنسبة لي شخصيا يشعرني بسعادة بالغة لسببين. السبب الأول أنني قدمت شيء عظيم، وبالتالي أصبح الناس يقلدوني ولست مقلدا للناس. الأمر الثاني واللي هو بالنسبة لي الأهم، إذا شعرت أنه ليس لك منافس، أو إذا شعرت أنه ليس هنالك خطورة على عملك، فأنت مؤكد في طريق خطأ أو ستذهب إلى طريق خطأ. إذا وجدت هنالك منافس ووجدت صعوبات في مسيرتك، تأكد أنك في الطريق الصحيح، وتأكد أن هذه هي سنة الحياة الحقيقية. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في كبد، فإذا مشى في مسيرة دون معاناة ومنافسين فهو لن ينجح النجاح المبهر. وجود المنافسة أهم وأعظم ما يصقل الأبطال، أهم وأعظم ما يقدم لنا قصص لكيانات عظيمة. وبلا المنافسة تتلاشى كل هذه الأمور، ويصبح الإنسان ينافس نفسه على نطاق صغير جدا. يا سلام يا جماعة، خلوني مرة ثانية أوجه الشكر للإعلامي اللي بدأ تحدياته من الصفر، واليوم هو على القمة في الإعلام السعودي، مفيد ويصل. شكرا جزيلا لك، الله يحفظك.